معكم رئيسة الجمعية الولائية الثقافية براعي بابا علي فتح سيدة طالب سمية اللي راهي حاضرة اليوم هنا في مناسبة يوم عيد المبارك عيد الفطر اللي جينا عند الأطفال تاعنا باش نفرحوهم وندخلوا لهم بسمة والبهجة إلى قلوبهم. حضرنا مع المهرجين مع الأساتذة مع الأعضاء الجمعية مع القنوات اللي راهم حاضرين معنا الوي بي سي هو ريق الدار. اذا اللي كاع نشكر كاع اللي حضروا معايا وكاع اللي وقفوا معايا الاطباء المركز المستشفى الجامعي اللي راهم حاضرين معنا اولياء المرضى اللي راهم حاضرين معنا. اذا نشكركم جزيلا لوقوفكم معنا وجينا فرحنا هاد الاطفال عز وجل ان يشفي هذه الاطفال البريئه يشفيهم وطهور ان شاء الله باذن الله وزيارتهم تكون باذن الله تكون جيده عليهم ويشفوا ان شاء الله وينوضوا الاولياء تاعهم ويفرحوا بهم ونطلبوا لهم الشفاء العاجل ان شاء الله. السلام عليكم، نشكركم على حضوركم وادخال الفرحه والسرور والبهجه لقلوب مرضى في المستشفى، ونشكر التبرعات من طرف جمعيه سمية طالب ونشكرها من كل قلبنا، ونشكر الاطباء على وقوفهم معنا ليل نهار لاجراحاتنا والشفاء العاجل لنا. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معكم السيد شتوان عبد القادر رئيس جمعية القلب المفتوح لالا وعضو مجلس إدارة مستشفى الجامعي وهران. والله دعوة من الأخت والزميلة السيدة طالب سمية رئيس جمعية علي بابا للبراعم الفتح جمعية ثقافية اللي شاركنا معها زيارة الأطفال المرضى المتواجدين بمستشفى الجامعي وهران خاصة جناح طب الأطفال سي سي اللي نشكر كل الأطباء وشبه الطبيين اللي مقيمين بالمجهودات تاعهم على راسهم السيد المدير المحترم السي عاشوري اللي ساهم وسهل الامور للمجتمع المدني في كلتا هذه الزيارات التضامنيه. حنا نشكرها جزيل الشكر الاخت رئيس الجمعيه اللي والله صافي بليزير كنا مع الاطفال من كل غرب الولايات ولايه وهران اللي متواجدين اللي خدعوا لاثر عمليه جراحيه. ان شاء الله نقولوا كل عام وانتم بصحه وعافيه، اللهم شفي مرضانا وارحم موتانا، وكل عام وانتم بخير الصحه والعافيه. بارك الله فيك سي هواري قدار قناه وي بي سي اللي راهي ترافق دائما المجتمع المدني الفاعل في ولايه وهران، وتحيه خالصه لغزه والناس فلسطين، اللهم شفي مرضاهم وارحم موتاهم ان شاء الله، وانصرهم على اليهود على الصهاينه اللي خاصه لما يقصفوا في المدنيين وكذا المستشفيات. احنا نتمنوا لهم في هذه الاعياد ان شاء الله ربي ينصرهم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الشكر صحيتو، نشكركم معدي في الحصه هذه اللي زرتوا الامراض تاعنا وفرحتوهم وزدتوا في معدي نص في النص نقولوا، وربي يخلصكم ان شاء الله. وان شاء الله غادي نقولوا عن الشهداء تاع غزه الله يرحمهم ويوسع عليهم والله ينصرهم ان شاء الله على العيد العديان نتاعهم ان شاء الله. سمعت والله ينصرهم على العديان ان شاء الله نتاعهم ان شاء الله. نطلبوكم وانتم فاني فرحتونا وزرتونا، ربي ان شاء الله يكملكم نتمنوا ان شاء الله. السلام عليكم، انا في مستشفى سي سي، نشكر رئيسه الجمعيه سمية ونشكر عائلتي هذا مبروك وكل عام نتوما بخير تعاودوا تعاودوا ان شاء الله. الشفاء عليك ان شاء الله. السلام عليكم، اسمي بغداء اسامه، رانا هنا في مستشفى بلاطو سي سي. نشكر كامل الطاقم تاع الجمعيه اللي فرحونا، ربي يفرحهم وعيد مبارك كامل للدوله الجزائريه وخاصه عائلتي، ويكون عيدكم مبارك وربي يشفى كامل المرضى، صاعدكم وربي يجازيكم. نشكر رئيس الجمعيه سيده سميه وربي يحفظكم، اللي زارتني اليوم وفرحونا كما فرحتونا ربي يفرحكم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.